أول خطوة نستعمل الغسول الخاص فينا، طبعا لازم يكون مناسب لبشرتك. الغسول بيساعد على تنظيف البشرة وكمان بيساعد على إزالة الزيوت الزايدة اللي بتفرزها الوجه. إحنا حاليا عم نجرب هذا الغسول من شركة لاروج بوزي، وهي مناسب للبشرة العادية والدهنية. جربنا غسول من شركة سيرافي بس حبينا نجرب هذا الغسول. الخطوة الثانية إنكم تستعملوا مية الورد الطبيعي كتونر على وشكم. تقدروا تستغنوا عن هاي الخطوة إذا أنتوا عندكم أي حساسية من مية الورد أو إذا أنتوا مش حابين تستعملوها، بس مية الورد كتير بيساعد على تصغير الحبوب وتخفيف الاحمرار. طبعا إحنا ما بدنا ننسى عناية الشفايف، فثالث خطوة إنكم تستعملوا مقشر شفايف عشان نقيم الجلد الميت على الشفايف. وبتقدروا تستعملوا أي مقشر بدكم إياه، أهم إشي يكون فيه حبيبات صغيرة عشان يعمل تقشير عميق للشفايف. رابع خطوة إنكم تستعملوا ماسكات، في للعيون وللوجه وفي كمان للشفايف. أول إشي بنحط شرائح العيون، طبعا هاي بالذهب. تقدروا تستعملوا أي شرائح عيون بدكم إياه، رح يساعد على ترطيب وتغذية لتحت العيون. وفوق شرائح العيون بتحطوا الشي ماسك تبعتكم عشان تستفيد الشرائح والوجه بنفس الوقت. وبعدين بنفس الوقت بتحطوا ماسك الشفايف عشان يساعد على ترطيب وتغذية للشفايف. وهيك شكل ماسك الشفايف، طبعا فيها الكولاجين وهي بتكون على ريحة شعر البنات الكاين كاندي. خامس خطوة نستعمل مرطب الشفايف عشان نحافظ على ترطيب الشفايف وشكلهم. احنا بنستعمل من شركة EOS او Evolution of Smooth، بس انتو بتقدروا تستعملوا اي مرطب شفايف انتو مرتاحين عليه. سادس خطوة نستعمل سيرومات الوجه مثل سيروم الفيتامين سي او الهايلورونيك اسيد. والفيتامين سي بنستخدمها الصبح والهايلورونيك اسيد بالليل. طبعا في ناس بيحبوا يستخدموا تنين مع بعض بنفس الوقت، بس احنا بنحب نعطي كل سيروم حقها. وسيروم الفيتامين سي بيساعد على النضارة وكمان بيخفف من التصبغات، وسيروم الهايلورونيك اسيد بيرطب وبيحسن من ملمس البشرة. وجربنا سيرومات الفيتامين سي والهايلورونيك اسيد من شركة ادفانس كلينيكلز الامريكية، وللأسف خلصوا من عنا فحبينا نجرب من شركة تانية. سابع خطوة نستعمل كريم العيون حتى نرطب المنطقة تحت العين. وبتقدروا تستعملوا أي كريم عيون، بس أهم إشي يكون خالي من العطر عشان ما يتحسس المنطقة تحت العين. ثامن خطوة نستعمل مرطب الوجه. وبتقدروا تستعملوا أي مرطب بدكم إياه، بس أهم إشي يكون مناسب لبشرتكم. وتاسع خطوة والأهم نستعمل واقي الشمس، وكتير مهم عشان يحمينا من الـ UV rays أو الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وأهم إشي يكون نسبة الـ SPF عندكم عالية.